الأخبار من ATV العدالة وفيها: السماح بتحويل إقامات العمالة من المشاريع الحكومية، إغلاق أسواق الذهب في الكويت إشاعة، وزيرة الشؤون: جمعية نفع عام استغلت قانون الاستثمار بصورة مسيئة، التجارة تحظر تسويق وترويج السلع خارج المحلات التجارية. تتابعون أيضاً قصة أغلى صقر بالعالم تم اصطياده بالكويت. ومن العناوين إلى التفاصيل: أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً يقضي بجواز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل. وحدد القرار جملة من الضوابط تضمنت ضرورة انتهاء العقد أو المشروع الحكومي ومرور سنة على استقدام العامل وموافقة صاحب العمل وتحصيل رسم 350 دينار. نفى الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ما يتم تداوله بشأن إغلاق أسواق الذهب في الكويت عبر نشر تصوير المحلات وهي مغلقة في غير أوقات الدوام الرسمي، وأكد زيف هذه الإشاعات والتصريحات المشبوهة والتي تهدف لإثارة الفتن وتحريض الجماهير وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد، وطلب الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر ويروج تلك الإشاعات والفتن. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال لحويلة إن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمع، مؤكدة في الوقت نفسه: ندرك جيدا التحديات التي تواجهونها في أداء رسالتكم النبيلة سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو الإداري. جاء ذلك في كلمة خلال لقائها ممثلي جمعيات النفع العام المنعقد في قاعدة الدرة بمجمع الوزارات، مبينة أن اللقاء يهدف إلى الاستماع لمقترحات ممثلي الجمعيات للارتقاء بالعمل، ولفتت إلى أن بعض الجمعيات استغلت قانون الاستثمار بصورة مسيئة للنفع العام حتى بات بعضها مثل المولات وأفرع التعاونيات. أعلن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقدم مدينة الكويت 13 مرتبة على مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2024 لتحل في المرتبة 69 عالمياً من أصل 133 وفي المرتبة 5 عربياً وخليجياً. وأفاد التخطيط والتنمية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس بأن مدينة الكويت كانت تحتل المركز 82 من أصل 132 مدينة مدرجة على المؤشر المذكور. يذكر أن مؤشر المراكز المالية العالمي يصدر بشكل نصف سنوي منذ العام 2007 عن مؤسسة زادين البريطانية ومعهد الصين للتنمية، ويقيس المؤشر قدرة تنافسية المراكز المالية حول العالم عبر 5 مجموعات من العوامل وهي رأس المال البشري والبنية التحتية وتنمية القطاع المالي وبيئة الأعمال والسمعة. أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور فاضل عزيز موعد بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونياً للفصل الدراسي الثاني 2024-2025 للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية، وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها لخريجي مدارس الكويت فقط اعتباراً من 14 إلى 24 من ديسمبر المقبل. وقال عزيز في تصريح صحفي إن الطلبة من فئات القبول الأخرى يمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة من 18 حتى 24 من ديسمبر المقبل أثناء ساعات الدوام الرسمي.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً يتم بموجبه حظر تسويق وترويج السلع خارج المحلات التجارية ومنافذ العرض البوثات. وأوضحت التجارة أن الهدف من القرار هو تنظيم الأنشطة التجارية وضمان حماية حقوق المستهلكين عبر منع الممارسات التجارية غير القانونية أو غير المرخصة. ووفق القرار فإنه لا يسمح لأي نشاط تجاري بتسويق أو ترويج السلع والخدمات خارج المواقع المحددة رسمياً المحلات التجارية والمنافذ المرخصة، وأن أي عمليات بيع أو ترويج تتم خارج هذه الحدود تعتبر مخالفة للقانون وتخضع للمساءلة. أعلنت بلدية الكويت فتح باب تأهيل الشركات لتنفيذ مشروع قرية القصر الأحمر في محافظة الجهراء، والذي يتضمن إنشاء منتزه وسوق تراثية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الجانب السياحي والثقافي والتجاري وتسليط الضوء على المعالم التاريخية البارزة في البلاد. وأوضح مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة المحيطة بالقصر الأحمر إلى وجهة سياحية متكاملة تضم منتزهات طبيعية ومساحات خضراء وسوق تراثية تعرض الحرف اليدوية التقليدية والمأكولات الشعبية. ويأتي هذا السوق ليكون منصة لدعم الحرفيين الكويتيين والمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي والفني للبلاد، مضاهيا بذلك مشروع البلدية السابق في سوق لمباركية. أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري العمل على تدليل العقبات وتجاوز أي معوقات تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله الإسكاني بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسليم الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد. جاء ذلك في بيان صحفي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نقلا عن الوزير المشاري عقب تفقده مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله الإسكاني بحضور قيادي السكنية. وذكر أن عقد المشروع يعتبر من أكبر المشروعات التي تنفذها المؤسسة على مساحة 64 كيلومترا مربعا، ويتضمن 23,551 وحدة سكنية، مبينا أن العمل بالمشروع بدأ في نوفمبر 2023 ومدته التعاقدية تنتهي في نوفمبر 2027. أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت للهجوم الذي تعرض له مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخرطوم، مؤكدة رفضها القاطع لمثل تلك الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية. وشددت الوزارة في بيان لها على أهمية احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. قصة أغلى صقر بالعالم تم اصطياده بالكويت، ووصل سعر بيعه 2009000 دينار في سنة 2013 بعد أن مات في عام 2023 وتم تحنيطه. لا زال يعرض على مجسمه أسعار فلكية. تقرير فهد الزايد. اليوم تقريرنا عن أغلى طير انباع بالعالم، تدرون كم سعر هذا الطير؟ 209000 دينار كويتي. هذا انطرح الله يسلمك في الكويت قبل قانون هيئة البيئة الجديد اللي يمنع صيد الطيور العابرة. هذا انطرح في 30/9/2013 في النصيب، طواريح 9 من الأخوان العوازم جابوا للطير وسوينا عليه مزاد بنفس اليوم. مزاد كان من أقوى المزادات بالعالم، وصل سعر الطير بعد المنافسة الشديدة 209000 دينار كويتي. نعم. ونباع بهالسعر هذا، راح القطر، راح للشيوخ قطر. وتم هناك تقريبا سنة أو سنتين، وتالي أهدول سعادة الشيخ أحمد الفهد. نعم. وقعد الطير عند الشيخ أحمد الفهد الصباح لغاية 10/11/2023. مات الطير، كان عمره تقريبا 10 سنوات. الطير مات 10/11/2023، يعني تلفون من أخوي مشعل الشمري. نعم. قال لي طير الأسطورة، طير الحكام، طير الشيخ أحمد الفهد مات ونبيك تحنطه، لكنه صار له يومين ميت وماكله طبعا عفن والدود، فيحتاج معالجة.
ويحتاج تحنيط خاص. استغرق وياي شهر كامل، شهر كامل لما طلعت بالنتيجة هذه. الطير احنا حنطنا حق الكويت، حق المعارض أشارك فيه، وللعلم إنه يي مبلغ وغدره انسام بالآلاف، يعني في على وضع هذا، على وضع ثاني يوم انسام، وكان عندهم علم أهل الطيور أهل الطير، وفقلت لهم ترى الطير انسام، قال الطير ما عليه بيع، الطير بعهدتك أنت، ونشارك في جميع المعارض وكذا، ويعني وطير ترى يعني حتى هو محنط لا قيمة يعني. أحالت النيابة العامة قضية اتحاد كرة القدم والمتهم فيها رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام إلى محكمة الجنايات على خلفية أحداث مباراة الكويت والعراق، فيما حددت محكمة الجنايات أول جلسة في 6 أكتوبر المقبل. عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة خليج 26 المقرر إقامتها نهاية ديسمبر المقبل اجتماعاً برئاسة نائب رئيس اللجنة بشار عبد الله وبحضور مسؤولي الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتنظيم، واطلعت على آخر الخطوات التي تم تنفيذها طبقاً لخطة العمل والبرنامج الزمني المعتمد، بجانب الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المقرر العمل عليها خلال الفترة المقبلة للانتهاء منها قبل انطلاق البطولة. تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية حادثة الحكم فابيو ماريسكا خلال مواجهة الكويت والعربي، والتي تبعتها شكوى النادي العربي ضد الحكم الإيطالي بتهديد أحد لاعبيه بالقتل. وكان العربي قد خسر المباراة أمام الكويت بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 6 لدور زين الممتاز.